بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. حبايب قلبي، ايه رأيكم في الاكل بتاعنا الجميل ده؟ شايفين الحلاوة والجمال؟ شايفين طبق البسلة الجميل باللحمة؟ يا لهوي، والجزر تحفة، ولا الرز المفلفل، ولا السبانخ الجميلة، ايه رأيكم؟ ولا طبق البتنجان المخلل العظمة، ولا شوية الشوربة بجوزة الطيب بقى والحبهان. بصوا الجمال وبصوا الحلويات، بصوا الحاجة الطعمة والجميلة، ولا العيش البلدي الجميل أبو شيرين، ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في الأكل النهاردة والجمال والحلويات دي اللي أنا عاملاها؟ يلا بينا بقى، هنخش على مطبخ خبير وماما على اليوتيوب ومطبخ خبير على الفيس عشان نشوف أحلى وأطعم أكل عملناه ازاي. ماشي، يلا بينا. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب يكونوا دايما في خير وهنا وسعادة كده يا رب العالمين. بصوا بقى النهاردة أنا هعمل ايه؟ هنعمل بسم الله ما شاء الله كده، صلوا على النبي كده يا جماعه. نفسي بقالنا كتير انا وماما ما اكلناش البسله، ماشي، بقالنا كتير قوي ما عملناهاش. احنا طبعا مخزنين بسله، بس حسن جوزي ما بياكلش البسله. هنبتدي هنعمل ايه؟ هعمل بسله وهعمل اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله سبانخ. يبقى احنا كده هنعمل بسله وهنعمل ايه؟ سبانخ مع بعض، ماشي. وهوريكم بقى ايه الحركات والتكات بقى وحاجات، والله بيبقى الاكل طعمه تحفه وجميل جدا. بصوا كده معايا، هنا بحمر شويه لسان عصفور، وهنا ده البتنجان هخليله معاكم، ماشي. وهنا اهو شايفين بقى البصله، شايفين عندها ايه؟ هناخد حته ثومه هنا وهنا، وهي البصله كده، لان احنا ما بنحرقش البصل قوي ونخليهاش تحمر، يعني نخليها حلو عشان المعده. شايفين بس الجمال والحلاوه كده، شايفين كده. بصوا يا قلبي، دي بتاعت السبانخ، دي حته خضره من اللي انا مجففاها، اللي هي عبارة عن شبت وكزبرة، احطها كده واوطي عليها بس شوية. طيب النوع التاني، ودي هنا اهي البسلة، ماشي. بصوا بقى الجمال، دي بس تتكامل بس معاها كده، تاخد لفة بس معاها. هجيب هنا زي ما انتم شايفين كده، بس ما خلاش ايه تحمر قوي مني، يعني لونها كده حلو. قلنا دي بتاعت البسله، هاجي كده اهو. دي برضو قلنا الصلصه اللي مجهزينها وضربينها في الخلاط وعصرينها وعاملين كل حاجه اهو. لان الكيس صغير مش كبير، مش هنكتر. وهنا بقى معايا هنزود شوربه، تاخد غلوه الاكل كده يعتبر ايه خلص. بصوا تاخد غلوه اهي، بص الجمال، تاخد غلوه على طول ونعملها. ونجي هنا ديت السبانخ، هتبقى حلوه قوي لما بتحطوا معلقه يعني ثوم على كزبره، بتبقى جميله، ده غير الطشه بتاعتها، ماشي. هنا الشوربه اهي، بسرعه الفرن بيتحمر مع بعض كده. يعني انا مش عايزه افصل عشان بوريكم ايه كل حاجه حلوه بتتعمل ازاي. وادي البتنجان طبعا اهو، كل حاجة كده جميلة بيكو وحلوة بيكو إن شاء الله يا رب العالمين. وبشكر طبعا كل الناس على التعليقات الحلوة والكلام الجميل، بجد بجد يعني مبسوطة قوي 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 والله. ربنا يبارك لكم يا رب وما يحرمش منكم أبدا.
ودايما نقول نحط شوية ملح على الرز ونحاول الساعة على الفور علشان خاطر يبقى اللون واحد اهو زي ما انتم شايفين كده اهو، ما تبقاش واحدة وواحدة معاكي، تخليها كلها تبقى لون واحد. ماشي، ادهن الساعة على الفور، شايفينه يحمر، وادي هنا اهي ادي التقلية بس. علي بقى النار عليها شوية واحط هنا واحدة مرقة وهنا واحدة مرقة، انا بستخدم المرقة حلوة قوي برضو بتدي طعم حلو مع الشوربة اللي احنا حاطينها، عشان ناس كتير سألوني يا عبير انت بتعملي كذا صنف وكذا نوع. ايه يا جماعة، ما انا جوزي ما بياكلش كل الاكل ولازم اراضيه، وامي برضو لازم اراضيها واعمل لها اللي نفسها فيه، ما يبقاش حد نفسه في اي حاجة. هنا اهو بسم الله ما شاء الله ادي الشوربة، اما تراضي جوزك وتراضي امك الدنيا كلها تبقى حلوة وجميلة، بس ده اهم شيء. تاخد بقى غلوتين كده وهكملها برضو، بصوا بقى اهي فكت، بصوا بتبقى حلوة وطعمها خطيرة جدا بجد، بيبقى طعمها حلو قوي 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 زي ما انتم شايفين كده. استني خليكي مع، بصوا كده حبايبي اهي الدمعة اهي اهي شوفوها اهي اتسبكت بقى كده، وحطينا ايه ادي الصلصة بتاعتي برضو، ما بنكترش الصلصة زي ما انتم شايفين كده اهو. ايوه بس هنحط بقى هنا السبانخ وهنا البسالة. بصوا بقى يا قلبي ادي دي السبانخ اهي، احطها بقى كده عشان احنا متلجينها. ماشي، نسيبها بقى كده تاخد وتدي بشكل ودي مع بعض، ونيجي للبسلة اهو. برضو الحمد لله الحمد لله، احلى حاجة ان انت تخزني كل حاجة في بيتك. بصوا ادي هنا ادي البسلة اهي. ماشي، ايه رأيكم؟ يعتبر الاكل خلص، ادي الشوربة اتعملت وادي البسلة والبتنجان طلعته اهي. بصوا الجمال والحلاوة، بصوا السبانخ اهي، كله بقى مع بعضه بقى كده. ناقص الرز معانا، اوريكم بقى الرز هنعمل ايه. بصوا بقى ايه رأيكم، بصوا البسلة دي يا جماعة صدقوني والله العظيم بقالها من اكتر من سنتين، لو هتراجعوا الفيديوهات بتاعتنا وهتشوفوا البسلة دي مخزنها امتى، بقالها كتير قوي. بصوا جميلة، بصوا خضرة ازاي. ماشي، والسبانخ برضو كذلك بقالها سنة، وبصوا برضو حلوة وخضرة ازاي وجميلة وطعمها والله ما اقدر اقول لكم على الحلاوة بتاعتها. الحاجات دي يا جماعة بقالها سنة، والبسلة اكتر من سنة، البسلة داخلة على سنتين. اه والله، بصوا بقى الرز، احنا قلنا الرز اهو زي ما انتم شايفين اهو، شوق دي شوية بسم الله ما شاء الله، والله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده اهو، نحط برضو ايه المية في المعقول، ما نكترش عشان ما يعجنش من هنا يا جماعة. لما يعوز مية هنحط، بس مش هنحط مية بقى، هنحط شوربة، فاهميني؟ بس دي الشوربة نزودها شوية كده، الرز بقى ونشوف الدنيا. عايز ملح نحط، مش عايز ملح ما نحطش، بس هو عايز ملح بس. بصوا الجمال، بذمتكم مش الاكل خلص على طول، في حاجة خدت وقت، مفيش حاجة خدت وقت معانا، طول ما الحاجة جاهزة عندك خلاص خلصت كل حاجة معانا. بصوا حبايب قلبي الرز اهو
بصوا الجمال بتاعه، بصوا مفلفل ازاي شايفينه، انا مغطية عليه خالص عشان يبقى براحته. ماشي، وهنا اهو اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، محروقة في ايدي بقى، ايديا ملسوعة عشان خاطر ايه، عارفين النور، هي النار بتبطل ولا البوتاجاز ولا الحاجة بتبطل. بصوا بقى هنا، بسم الله ما شاء الله، بصوا السبانخ، بصوا جميلة ازاي وحلوة ازاي، بصوا بصوا الحلاوة بتاعتها، بصوا برضو هنا البامية، البامية ايه، البسلة، بصوا جمالها، بصوا حلوة ازاي، بقت تحفة. هنعمل مع بعض دلوقتي الطشة بتاعت ايه، الطشة الكزبرة، التومة بتاعت الكزبرة. بصوا حبايب قلبي، ادي الطشة اهي، بس لسه شايفينها هنا اهي، بصوا تحمر ايه شويه، انا التوم احمرت، حطيت ايه كزبره تحمر بس كده معاها شويه. والله العظيم الاكل ريحته مش قادره اقول لكم على الجمال. اه والله، بصوا بقى بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، الله اكبر، اللهم صل على سيدنا محمد. عايزه اجرب كده شويه صغيره على البسله، شويه صغيره نشوف هتعمل ايه التجربه. الله الله، صل على النبي يا جماعه كده على الجمال اللي احنا شايفينه ده، بصوا الجمال والحلويات، والله العظيم لو تشموا الريحه تحفه. انا بشم ريحه السبانخ دي بالطشه اعرف ان الشتاء موجود، ان احنا في الشتاء. اه والله، بصوا جمالها، بألف هنا وشفا اللي بيشوف، وألف هنا وشفا اللي بياكل. هنغرف وارص الرصة واوريها لكم، خليكم معايا حبايب قلبي. ايه رأيكم؟ بصوا بقى الاكل بعد ما خلص، وبصوا جمال السبانخ وحلاوتها، ولا الرز المفلفل، ولا البسلة، والشوربة، طبق البتنجان. انا بجيب بكيلو البتنجان يا جماعة، ما بعملوش مرة واحدة، يعني ده لو خلص النهارده يخلص بكره، اعمل التاني بعد ما يخلص، عشان لما بيقعد في التلاجة معمول بيجلد، انما لما تعمليه طازه بيبقى جميل قوي. وشويه الشوربه وشويه الرز، وادي العيش بتاعنا اهوت، بصوا جماله ده، بشيرين الرغيف ده، الرغيف ده بشيرين يا جماعه، عندنا بخمسه ساغ يعني. ايه رايكم؟ ايه رايكم في الاكل اهو، حلو؟ يا رب يا رب يا رب كل حاجه بنعملها لكم كده تبسطكم وتفرحكم دايما يا رب العالمين. يلا ان شاء الله كده يكون الوصفه كانت سهله وبسيطه على قلوبكم، وكون كل حاجه بعملها لكم سهله وبسيطه. الليمون ده عشان الشوربه مش على البتنجان. ماشي، يلا ان شاء الله نشوفكم في كل جديد، ونشوفكم في الخير والهنا مع مطبخ عبير وماما على اليوتيوب، ومطبخ عبير على الفيس. نشوفكم في احلى اوقات، وكل اللي نفسه في حاجه يحققها يا رب العالمين. سلام عليكم.